بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرجناهم من جنات وعيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان تجريان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك ينظرون إليك وهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما زاغ البصر وما طغى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار
نار ونحاس فلا تنتصران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان مارد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل نفس لما عليها حافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر
وهو عليهم عمى في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان من عز وارتفع وذل كل لعظمته وخضع سبحان ذا الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك يا أرحم الرحماء ويا ألطف اللطفاء ويا أغنى الأغنياء ويا أكرم الكرماء يا سميع يا عليم يا بديع من كان في حرزك وكنفك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع وتعلم سر الجميع سبحانك يا ناصر المظلومين يا شافي يا كافي يا معافي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اخرج كل عين وصفت ولم تبرك ولم تقل ما شاء الله ولم تقل ما شاء الله اللهم وعجل بخروجها وزوالها يا رب العالمين اللهم وأذهب عنهم حر العين وبردها وصبها وأذاها اللهم وأذهب عنهم حر العين وبردها ووصبها وأذاها اللهم وأذهب عنهم حر العين وبردها ووصبها وأذاها اللهم رب الناس ذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر
الكافر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس وعين حاسد الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس وعين حاسد الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس وعين حاسد الله يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 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 يشفيكم. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا. اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد.